عايز اخد رايك في 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 في, في تجربه كلاتنبرج. وكلاتنبرج يعني جه وما جاش، يعني هو جه بجسمه وما جاش بعقله، يعني كان ما كان بصراحه يعني ما كانش متفرغ وما كانش موجود، وكان بيسافر على طول وكان بيسافر يحلل بطولات عالميه. هل في رايك فكره التعاقد مع خبير تحليل اجنبي غير متفرغ متمثله في كلاتنبرج في الوقت ده كانت فكره خاطئه؟ لا هي مش فكره خاطئه، هو حضرتك وانت مدير فني النادي وتروح بدايه موسم زي نهايه موسم او في نص موسم، لا احسن لي ان انا ابقى متحضر. طيب ان انت بتبقى عندك فتره اعداد وعندك وقتك وعندك، وبعدين اي تجربه اي انت ممكن تجيب مدير فني اجنبي ينجح مع نادي، لان ليه طرق لعب وخطط لعب. التحكيم ملوش طرق وخطط لعب، التحكيم دايما نجاحه بيبقى حسن الاختيار، الحكم المناسب للمباراه المناسبه، تعيينات يعني 90% من نجاح التحكيم التعيينات 90%. لكن الحاجات الامور الفنيه والامور الاداريه واضحه والحكام حافظينها. مش واضحه والله، جزء تعديلات. بص يا كابتن مين، جزء تعديلات بيجي بسيط كل سنه. واي محاضر يقدر، اي محاضر دولي، احنا عندنا محاضرين دوليين كتير يقدروا يعملوه. لكن هو الشق النفسي والتغيير. التغيير يعني ايه تغيير؟ اقول لحضرتك تغيير يعني وانت لعيب كوره نفس الحكم، مدير فني جالك في ايكس جديد غير اللي هو حافظك. المدير الفني اللي بيبقى حافظك انت بتبقى واخد راحتك. قصدك على رئيس لجنه الحكام يعني؟ طبعا. هو كان في فتره التغيير بتاع كلاتنبرج لما جه حصل شده في التحكيم، كله اتشد، كله حب يظهر نفسه فنيا وبدنيا. بكلمك منتهى الامانه، ده كلام كويس. ده اثر على الاداء في التحكيم حتى على الاقل بدنيا. اوكي، حصل بعض الخلاف ان هو طبعا هو في دوري دي، طبعا انت طبعا لعبت هناك وعارف طريقه الفنيات بتاعت الحكام وعدم احتساب كل شيء، وانت هنا ليك نظام وسيستم برضو وفنيات واداريات. فبدا هو يعمل مزيج ما بين ان هو عايز ينقل لك سياسته او خبراته في المكان اللي نشأ فيه او ادار فيه مباريات، فبدا انجلترا. فهو بدا ينقل لك ازاي انت تحكم مباراه ويبقى تقديرك الفني يعلى شويه، مش كل لمسه، لا سيب احتكاك، خلي احتكاك قوي. دي تعليمات ان انت كمل. فدي تعليمات، فطبعا التعليمات ديت كانت ممكن مش هتقدر تنفذها، لان انت دي موهبتك انت بتتحكي. انا ما اقدرش اقول لك لما الكوره تجي لك تشوطها ازاي، انت خلاص انت عارف انت هتشوطها ازاي، هقعد اعلمك. لا بس انا ممكن اقول لك رئيس لجنه حكام مثلا يا كابتن ابراهيم، تمام، مش كل لمسه فاول. كويس. الحاجات اللي هي يعني خلي اللعب ماشي، خلي لعيبتك تتعلم. انت عشان تقول لي كده لازم انا اخد وقتي ان انا اتمرن على كده. انا مش مكنه هنزل انفذ. يعني انت في رايك توقيت الغلط في موضوع كلاتنبرج؟ هو مش غلط. هو جه في توقيت مناسب. لا، الراجل ما نجحش يا كابتن. بص شوف، هو ما نجحش عشان خاطر ما فيش عوامل النجاح. لازم يبقى في عوامل النجاح اللي هي الحكام هي اللي بتنجح. طب الحكام موجود، انت بتقولي مفيش عوامل نجاح ازاي؟ ما انا بقول لك ما كانش فيه ساعتها عوامل نجاح. كل الانديه في الفتره ديت وكل الاعلام كانوا في هجوم شديد على التحكيم، محدش متقبل اي شيء. النقد كان غير بناء في الفتره دي من الانديه ومن الاعلاميين. البرامج الرياضيه كانت شغاله 90% منها على اخطاء التحكيم. عشان انت في رايك كانت موجهه ضد كلاتنبرج؟ مش كانت موجهه ضد كلاتنبرج، هي كانت واضحه، هي كان معمول عليها سبوت كبير وكانت واضحه. لا كانت موجهه ضد كلاتنبرج. ما اعرفش، انا بقول لك اصل انا ما كانت باينه يعني. انا في الكواليس ما اعرفش، انا بتكلم بصفتك حكم. فكان في هجوم عليه كبير. اثرت على الحكام، ان انت رايح المباراه عارف ان في طرف من الطرفين اللي هيخسر هيطلع يتكلم في التحكيم، خلاص الموضوع بقى مستباح. دي بقى اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها قبل ما نطلع على الهواء. كنت تكلمني في حاجه كويسه، ان في بعض الدول بدات تحط عملت لوائح وانضباط. هو هنا نجاح التحكيم من عدمه. نجاح التحكيم من عدمه في الشخصيات اللي بتدير المنظومه وقوتها في تنفيذ اللوائح اللي بتحطها. صحيح. في ضوابط هتحمي المنظومه كلها. مفيش حد هيطلع من الطريق. صحيح. تحمي المنظومه كلها. تمام. فاحنا اول حاجه من نجاح التحكيم اللوائح وتطبيقها.
بس يعني انت نفسك ان احنا نوصل ليوم ان انت تبقى بتحكم مباراة وان انت تبقى عارف ان انت حتى لو غلطت لان انت بشر ان انت مش هتتقطع بعد الماتش لا في الـ لا في الـ لا, لا من المسؤولين هتبقى عارف ان انت عندك حماية ان الناس هتخاف ان هي تهاجمك بشكل فج على فكرة جوارديولا ساعات ممكن يعترض على الحكم لكن هو عارف ان في قانون مثلا فتلاقيه مثلا يقول لك ايه او مورينيو مثلا يقول لك انا لو اتكلمت هقع في مشاكل بس الحكم النهارده ما كانش على قد المباراه دي اخر حاجه يقدر يقولها في فرق يا كابتن ميدو ما بين ما انت كنت مدرب ومحكم وانت موجود وانا حكمت مباراه الاهلي والزمالك وانت كنت مدير فني نادي الزمالك في فرق ما بين حضرتك بتتناقش بس انت عصبيا لا بتكلم بعد الماتش حتى في الماتش حتى في الماتش ان انا بس عشان خاطر الناس تبقى متفاهمه الجمهور ازاي انا بتعامل معاك وبتعامل مع غيرك ممكن واحد يبقى هادي بس يتلفظ او يقول لفظ لازم يتعاقب عليه وانت ممكن تكون عصبي بس انت بتتكلم في الكوره دي شخصيتك انا مش هتحكم في شخصيتك لكن بتحكم في الكلام اللي انت بتقوله لي تحاسبك عليه واخد بال حضرتك فالمضمون المضمون برضو هنرجع ونقول ان تبقى في لائحه عقوبات بتطبق على الناس لازم لازم تكون في لائحه صارمه تطبق على الجميع اول ما تطبق على الجميع بمواعيد مباريات ثابته هتلاقي التحكيم زي الفل وعايز اقول لك مفاجاه التحكيم كويس جدا في مصر الناس مش متخيله التحكيم كويس جدا في مصر جدا بقاله سنوات التحكيم كان كويس مع الكابتن عصام التحكيم كان كويس مع الكابتن جمال الغندور التحكيم كان كويس مع الكابتن وجيه احمد والدكتور عزب حاجات التحكيم كان كويس بس برضو احنا بنيجي في فتره من الفترات الانديه الجماهيريه اربع خمس انديه جماهيريين في مصر حضرتك عارفهم يروح خطا في مباراه ما الدنيا تقوم ما تنزلش ويبقى لسوء حظ الحكم او اللجنه او الاتحاد ان المباراه دي يبقى فيها فتره توقف مثلا عشان تجهيز لمباراه كاس امم او كاس عالم ف 14 15 يوم هتقعد في حضرتك في البرنامج تقول ايه التحكيم 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 ونجيب الناس اللي بره المنظومه في التحكيم يبداوا يجوا هم عايزين بيدوروا لنفسهم على دور فيبدا يهاجم المسؤول اللي جوه في اجندات خاصه ده موضوع منتهي من نعمل فراعنه